هل تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية مع ناس أصليين في مختلف أنحاء العالم؟ هل تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية مع ناس محترفين صوت وصورة من مختلف أنحاء العالم؟ إذن أنت في الحلقة المناسبة لتعلم اللغة الإنجليزية، فابقوا معي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك وكومنت تحفيزي، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، رب كلكم بألف خير. معكم المهندس مهيب فؤاد من اليمن. طبعا كمحاضرة ثانية لتعلم اللغة الإنجليزية، أنا كنت قد شرحت تقريبا قبل 19 ساعة، رفعت فيديو لأفضل تطبيق لتعلم اللغة الإنجليزية على هاتفك الأندرويد. اليوم بإذن الله تعالى سوف نقدم واحد من أفضل المواقع لتعلم اللغة الإنجليزية والتحدث مع ناس أصليين من مختلف أنحاء العالم. مثلا ستجد في هذا الموقع ناس من الولايات المتحدة الأمريكية، ناس من بريطانيا، ناس من شاينيز الصين، ناس من اليابان، ناس من إيطاليا، يتحدثوا بعدة لغات. طبعا المقصود بهذا الموقع هو أنك أنت تريد أن تتعلم لغة والشخص الآخر يريد أن يتعلم لغة، وهذا الموقع هو وسيط بينكم. طبعا هذا الموقع وهو شبيه إلى حد ما بموقع فيسبوك. سوف نتعلم كيف نقوم بالتواصل مع ناس أصليين باللغة الإنجليزية. في البداية ساين أب، تقوم بتسجيل حساب. أول شيء يور نيم، اسمك الأول، على سبيل المثال مهيب فؤاد. عندك الإيميل، ممكن نكتب إيميل، تكتب إيميلك، باسورد، أو يمكنك تسجيل عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الجوجل أبلاس. نحن بنختار ساين أب. أوكي أوكي، حاليا بفتح الموقع. طبعا موقع ممتاز جدا ورهيب جدا. سيف. أوكي فتح لي. هنا يريدك أن تقوم باختيار صورة، اختار أي صورة، يعني أي صورة. ممكن نختار صورة، ممكن تختار أي صورة على سبيل المثال، ونختار هذه الصورة. أوكي عندك about me، تكتب أي شيء. I want to learn English. ده البروفايل الخاص في بك. أوكي عندك الكونتري، الدولة، تختار دولتك، نختار اليمن. أوكي عندك اللغة، اللانجويج، لغتك التي تتقنها، اختار على سبيل المثال اللغة العربية. هنا يجيب لك select your level، يعني تختار المستوى، advance، متقدم، submit. اوكي تظهر لك هذه الواجهة invite friends، يعني تريد دعوة اصدقاء في الجيميل او في الفيسبوك. close، غلق هذه. لاحظوا عندي هذا البروفايل، هذه الصورة الخاص بي، وهذا اسمي على الموقع. طبعا لاحظوا عندك عدة ناس موجودين من مختلف، على سبيل المثال ونرى شخص، على سبيل المثال وليكن هذا الشخص. لاحظوا هذا الشخص من الهند، عنده اللغة الهندية قوية واللغة الإنجليزية متوسطة. أوكي عندك كذلك الشخص هذا، شوف لاحظوا الشخص هذا موجود available، متاح، عندك اللغة الإنجليزية متوسطة، هذه لغته. اوكي عندك كذلك هذا الشخص من الهند، الانجليزية قوي والروسي ضعيف. ممكن على سبيل المثال تختار هذا الشخص للدردشة معه. اوكي عندك هذا الدردشة، ممكن تختار هلو، تكتب له اي شيء، هاو ار يو. طبعا الموقع شبيه موقع فيسبوك، صراحة ممتاز جدا. لاحظوا عندك استاذ فيديو شات، ممكن تقوم بالدردشة معه فيديو، او ممكن تقوم بالدردشة معه على شكل صوت. اوكي كذلك
عندك ناس آخرين على سبيل المثال. على سبيل المثال وين نختار؟ شوف عندك ناس متعددين على هذا الموقع. على سبيل المثال لاحظوا هذا من ايجيبت، من مصر، اللغة العربية قوي، عنده اللغة الإنجليزية متوسطة. اوكي، كمان اونلاين. اوكي، لاحظوا هذه الفتاة عندها الإنجليزية اللانجويج فيتناميز، والإنجليزية قوية والفيتناميز قوية. عندك هذا الشخص إيجيبت، الإنجليزي قوي والعربي قوي والتركي ضعيف. ممكن تختاره تقول له أدس فريند، إضافة طلب صداقة، وترسل له طلب تحية حلوة. أوكي، كذلك تستطيع الدردشة معه على شكل فيديو، وكذلك تستطيع الدردشة معه صوت وفيديو. طبعا ممتاز جدا هذا الموقع، انا استخدمه كثير. هذا الموقع ممتاز جدا، واكتسب فيه مهارة لا اقول متقدمة، لانه ما بين حين والاخر ادخل هذا الموقع. طبعا موقع ممتاز جدا، رابط الموقع اسفل الفيديو في الديسكريبشن. كذا الى هنا لازم انهي الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تحرمنا من زر لايك، كذلك شارك هذا الفيديو لأصحابك لتعم الفائدة للجميع. كذلك إذا كنت غير مشترك في القناة يا ريت تنورنا وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. كذلك يمكنك زيارة أكاديمية المهندس مهيب لتقنية المعلومات، رابط الأكاديمية أسفل الفيديو في الديسكريبشن. كذلك يمكنك زيارة صفحتي على الفيسبوك بالضغط على زر أعجبك ليصلك كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.